إيقاف روسيا 4 سنوات بالمنافسات الرياضية الدولية. أردوغان: يحق لتركيا إرسال قوات عسكرية لليبيا إذا طلبت حكومتها. تركيا تحذر اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر من التنقيب دون إذنها. اتفاق على اجتماع حول سد النهضة بواشنطن في يناير المقبل. بومبيو يثير مع سامح شكري مسألة حقوق الإنسان في مصر. الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح تعلن إضرابا كاملا عن الطعام. وزير شؤون النواب: مصر لا تسجن أحدا لأنه قال رأيه. مصر: إخلاء سبيل 4 صحفيين في قضية مكملين 2. العمال في 2019: إضرابات تطال شركات الكبار بمصر رغم القمع. وزير المالية المصرية: الجنيه ثاني أفضل عملة في العالم. النائبة أمنة نصير تطالب بإصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في مصر. السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. نظريات عبد الفتاح السيسي لإدارة الدولة لا زالت تتوالى. اتكلمنا امبارح عن ازاي عبد الفتاح السيسي بيخترع نظرية جديدة اسمها وحياة عيونك يا كامل، ولكن النظرية اللي هنتكلم عنها النهاردة ما قالهاش عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، بس احنا جايبين لها نماذج موجودة ورانا على الشاشة. نظرية اسمها اخدع الناس واكذب عليهم وكرر الكذب كل يوم وقولوا بكذا شكل وقولوا بكذا لون يمكن حد من الناس يصدقه. لما يطلع وزير المالية يقول لك الجنيه بيحقق قفزات، بيقفز، بيتطور، بيغلى، العملات قدامه مرعوبة في العالم لأنه بيحقق قفزات زي ما بيقول وزير المالية. تيجي تبص على الواقع، تيجي تبص على أولادك، تيجي تبص على الأسعار، أولادك اللي بتديهم مصروف ولا بيركبوا مواصلات ولا تلاقي الموضوع مختلف تماما. تلاقي القفزات هي في الأسعار والدخل زي ما هو. طيب تشغل الناس ازاي؟ تقوم مطلع واحدة المفروض انها دكتورة في جامعة الازهر والسيسي بيقول عنها كبيرة الداعيات علشان الناس ما تركزش في الهم اللي حاصل، وعشان الناس ما تركزش او بعضهم يركز في كلام الراجل بتاع المالية ويتخدع بيه، والبعض التاني بدل ما يقعد يرازينا نشغله بحاجة تانية. النائبة آمنة نصير تطالب بإصدار قانون يمنع ارتداء النقاب في مصر. طيب هو الكلام ده بيبقى بالاتفاق يا عم أحمد؟ هقول لك بصراحة عشان ما اكذبش عليك، مش لازم يبقى بالاتفاق، أحيانا بيبقى بالاتفاق وأحيانا بيتصل بيهم ضابط من أمن الدولة ولا المخابرات يقول لهم يعملوا إيه، وأحيانا تانية بيبقى اجتهاد. ليه؟ لأن الساحة فاضية، الساحة مفرغة. في الوقت اللي فيه شيخ الأزهر بيشتكي إنه مش عارف يطلع مشايخه وتدافع عن الأزهر، اللي بيهاجم ثوابت أو بيهاجم أفرع أو بيهاجم أشكال من أشكال الدين هم اللي المفروض يكونوا بيدافعوا عن الأزهر، علشان كده بيفرض ليهم مساحات. دول اللي ياخدوا مساحات زي أمنة نصير اللي بتقولك عايزين قانون يمنع ارتداء النقاب في مصر. زيها زي مين؟ زيها زي فرنسا. بس فرنسا ممكن أفهم ويعني اعرف هما بيعملوا كده ليه في فرنسا، بس ما اقدرش افهم ده في مصر. مصر الدولة المسلمة. طيب اللي مش هينفع معاه لا ده ولا ده نعمل فيه ايه؟ نعمل معاه حاجة جديدة خالص اسمها الخداع بالاستهبال. ايه الاستهبال؟ الاستهبال ده حضرتك الاعلام. هبدأ معاكم كده بالاعلام بيعمل ايه. ممكن يقوم مطلع واحد علشان يغني مثلا بجد والله، فالناس تبدأ تتكلم وتقلش عليه، ينسوا الهم اللي هم فيه شوية، ينسوا الكلام بتاع الوزير والكلام بتاع الدكتورة، كله خداع للشعب المصري. حتى الغنى، حتى الفن، حتى المواهب بقت زي ما هتشوفوا دلوقتي ازاي بتتقدم وشكل التقديم، وده شكل من اشكال الإجرام في حق المصريين والخداع اللي حصل ليهم. النهاردة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فأنا حوريكم كذا شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وكل ده تحت يافطة كبيرة اسمها الحكم بالخداع. عندليب الغناء الجديد على قناة مصرية بيوري للناس قد إيه البلد بقت متطورة وقد إيه بتقدم فن هادف. وليك مستقبل يعني ان شاء الله جميل. طيب يعني احنا قلنا طبعا في اغنيه اغاني الله يخليك. كنت عايزه اسمع بس كده طمعانه ان انا بحب ايهاب توفيق، ممكن تسمعني حاجه لايهاب توفيق؟ عينيا يا رب. اقول
انساه انساني، ما تقولش ترجع تاني، ما خلاص خلاص تترجى فيا، تبكي عليا مش هنسى يوم ان انت جارح، تترجى فيا تبكي عليا مش هنسى يوم. انا اللي هحاول انسى، وزي ما حضراتكم كمان هتحاولوا تنسوا المواهب اللي بيطلعوها لنا ويصدروها على شاشة التلفزيونات في مصر. ده نوع من انواع الخداع، ده نوع من انواع الانتهاك، ده يعني انتهاك كبير جدا في حقوق الانسان وحقوق الفنان وحقوق المواطن وحقوق الناس كلها. نوع من انواع خداع الشعب المصري انك تخدع الناس بناء مش مواهب اصلا، يعني ما لهمش علاقة لا بفن ولا بغيره. طيب عن دليل اخر في التلفزيون الرسمي للدولة، وتعالى نشوف بيخدعوا الناس. طبعا احنا هنشوف المقطع ده، حضرتك هتشيره على صفحتك وانا هشيره على صفحتي، ونبدا نتكلم عليه ونسيبنا من الازمات الحقيقيه. وده نوع من انواع الخداع احنا بنعرضه علشان ناخد بال مش بنخدع بيه الناس. احنا هنعمل سسبنس دلوقتي جذب، ونسمع حاجه من ايهاب. بتسمعنا بقى ايهاب؟ يلا عيون القلب كده، ممكن تسمعنا؟ انا يا حاضر يلا. عيون القلب سهرانة، ما بتنامشي صحية. ده جديد بقى، ده خداع الناس، خداع الناس بتقديم اخبار هايفة وتافهة. يطلع الاعلام يتكلم عن عجلة السيسي زي بالظبط الفيلم بتاع عادل امام لما يقولك الواد مسك المقص، هو ده، شوف السيسي راكب العجلة. وكله من انواع الخداع اللي لازم نفوق ليها كويس. احنا بنعرض المقاطع دي مش بنروجها، ولكن بنقول ناخد بالنا ما نسمعش الكلام الفاضي. يعني ده مثلا تجيبه تضحك عليه، تضحك على اللي بيتقدم، تضحك على المواهب الجامدة اللي في 105 مليون مش عارفين حتى يجيبوا مواهب يضحكوا بيها على الناس. يعني تقريبا المراد لنا ان يبقى فيه انحطاط في كل حاجة بما فيها حتى الفن، والفن رسالة مهمة. تعالوا نشوف اعلام السيسي وهو سايب كل المشاكل اللي في الدولة في الوقت ده، وده مثال للهيافة والخداع، وازاي كان بيركز على السيسي ركب العجلة. حاجة جامدة جدا. من اللي تعتبر عادية، هي ماونتن بايك وماركتها ما هياش ماركة من الماركات الغالية قوي. العجل غالي قوي على فكرة، مبقاش تخين كده، ويبقى عجل رقيق قوي، ويبقى معمول من الكربون، الإطار بتاعه من الكربون خفيف جدا. لكن دي عجلة تعتبر متوسطة السعر. لكن الأهم من كده بقى إنه ده عمل سباق بين الناس، كل الناس بقى عندها عجل، كله بيحب العجل دلوقتي. يعني الزميل أحمد موسى في برنامجه قال أنا أول واحد يركب عجلة. ضحى زهيري كانت راكبة عجلة من كام يوم في الزمالك ونشرت صورتها وقالت يا جماعة أنا بركب العجلة من قبل ما السيارة افتتاح سيسي يعلن، وده موقف أنا متضامن معاها فيه، أنا برضو بركب عجلة من قبلها، فمحدش يقول إن احنا متحولين. أنا كمان بركب عجل، ما جاتش عليا بقى يلا. متحولة؟ يعني لو شاف لك صورة بالعجلة. لا والله أنا حاطة صورتي أنا وجوزي كمان من زمان بنركب عجلة. احنا كلنا بنحب العجل دلوقتي. ده يا جماعة نوع من أنواع الخداع. نرجع ل نوع من أنواع الخداع السياسي. أنا بجيب لك كل أشكال الخداع اللي بيخدع بيها المواطن المصري، وبعد كده هنفتح الاتصالات ونسمع آراء حضراتكم. عصام شرف رئيس الوزراء بعد الانقلاب، بعد ثورة يناير، قال لك هيحصل حراك سياسي واجتماعي في 2050. يعني إيه؟ ربنا يديكوا طولة العمر، ما توجعوش دماغنا وتعملوا وجع دماغ من دلوقتي، والحراك مش هيجي إلا في 2050. طب ده في أي إطار؟ مشيدا بحركة المحافظين، حركة المحافظين في 2019 بيشيد بها الدكتور عصام شرف، وبيقول لك سيحدث حراك سياسي
واجتماعي بحلول 2050 علشان نحس بس بالخيبة اللي احنا عايشينها او الخيبة اللي احنا عشناها قبل كده لما وثقنا في ناس مش عارف يعني ايه لازمتها التصريحات اللي بتنم عن تطبيلة مثلا تقدر تقولها او نوع من انواع الخداع. طيب دار الافتاء الخداع ده خداع سياسي، خداع اجتماعي، خداع اعلامي وخداع ديني. دار الافتاء بتقول لك الافتاء تدعو الاعلام الى عدم اثارة الاسئلة التي تؤدي الى البلبلة واحراج المفتي. ما تسألوش حاجات بقى تحرج الراجل، يعني على اساس ان هو طب حضرتك هو مش هو اللي بيفتي، لا انت كده بتحرجه. طب يعني بحرجه لما اقول مثلا الانقلاب حلال ولا حرام، الاخفاء القسري، الاغتصاب، اخفاء الناس، قتل الناس، ترهيب الناس من قبل السلطه، لما اقول الكلام ده بيحرجه. طب هو قاعد في مكانه ليه؟ ده نوع تاني من انواع الخداع. في نوع من انواع الفانتازيا بقى، خبر قديم بقاله سنه ولكن في منه كتير بس احنا جبناه لانه واضح قوي لانتصار السيسي. بص يا سيدي، جريده بتكتب خبر ومحرر قاعد ولا صحفي علشان يصيغ خبر بالمعنى ده، بيقول لك ايه؟ انتصار السيسي تغير صوره صفحتها الرسميه ومتابعوها حفظك الله او حفظك الله. ايه راي حضرتك؟ ابداع يا جماعه، صحافه زي ما انتم شايفين. والله العظيم انتصار السيسي بتغير صورة صفحتها الرسمية والمتابعين بيقولوا ربنا يحفظك. ولو قريتوا الخبر بقى هتلاقي بيقول لك صفاء محمد قالت لها ايه الحلاوة دي، ابراهيم الصفتي قال لها ما شاء الله على عسل، يعني باتمان اسكندرية قال لها اوعى اجب. ده اللي بيقدموه للناس ويشغلوهم بيه. ده عموم اللي هنتكلم فيه النهاردة. بس علشان الفن كمان داخل على الخط، الفن مش الفن بقى بتاع الغنى، الفن التمثيل داخل على الخط معانا. وهفكركم بفيديو للشهيد الحي احمد فلوكس، وبعد كده هرجع استقبل اتصالات حضراتكم علشان نتكلم عن موضوعنا بالنصب والخداع، هكذا تدار مصر. نسمع تعليقاتكم، لماذا تخدع السلطه شعب مصر والحكم بالشائعات واللقطه؟ ماذا استفاد الشعب من هذا الاسلوب في حكم البلد؟ شوف بس الفيديو ده ونبدا نستقبل اتصالات حضراتكم. ديان هام، منذ قليل حاولت احد العصابات الصهيونيه اقتحام موقعا للتصوير بمنطقه ابو رواش، ولكن سقط الفنان احمد فاروق فلوكس شهيدا، وغدا يظهر الفنان في مؤتمر صحفي ليتحدث عن ظروف استشهاده. ايه اللي بتعملوه ده؟ يجب أن يكرم بشكل أو بآخر لأنه قدم للبلد كتير وأفاد وقدم الضحكة صعبة جدا يكونوا قدمها الضحكة دي. محمد من مصر، هو ليه السلطة دايما بتحاول تخدع الناس؟ ليه ما بتقولهمش الحقيقة؟ سلطة أبو محمد؟ أيوة معايا. أيوة أبو محمد، يعني دلوقتي الوزير طالع يقول لنا الجنيه بيحقق قفزات وبيعلى والدنيا. طب هو بيضحك عليك ليه؟ هو انت مش هتنزل تشتري حاجه في الاخر؟ ايه الهدف من ده؟ لا انا هنزل اشتري والحاجه رخصت والحاجه كويسه يعني. الحاجه رخصت الحمد لله، ايه اللي رخص بقى؟ قول لي كده عشان اعرف. والله الحاجه رخصت فعلا. فعلا؟ طيب. والله. طب خليك معايا ابو محمد علشان انا عندي لا لا ما سيبك، اصل الدنيا دلوقتي بقت ضيقه، مفيش اسمها انا في مصر وانت بره. انت في تركيا. لا عادي، ايه المشكله؟ ما انت اعلامك بيتكلم عن تركيا وبيقول تركيا والناس مش لاقيه تاكل، وانا هنا بقول لك الناس زي الفل وتمام ولاقيه تاكل، عادي جدا. بس انا عندي حاجات اهم من الكلام، الاقتصاد والجنيه المصري. انا عايز اصدق ابو محمد من مصر بصراحه، بس الجنيه المصري ووضعه العالمي بيقول حاجه تانية. ليه؟ تعال نشوف مع بعض. هتتبع معاك الجنيه المصري من 2010 للنهارده. من 2010 يا سيدي، في 2010 2011 كان سعر الدولار قدام الجنيه 5 جنيه و62 قرش، اجمالي الدين الخارجي المصري كان 34.9 من 10 مليار دولار، واجمالي الدين المحلي كان تريليون اي 1000 مليار. الكلام ده كان امتى؟ في 2010 2011. طيب 2012 ايه اللي حصل؟ 2011 2012 سعر الدولار كان ب 5
جنيه و93 قرش. الدين الخارجي كان 38.8 من 10 مليار دولار. الدين الداخلي كان مليار ومليار و44 الف الف يعني تريليون 44 مليار. تمام. طيب من 2012 ل 2013 سعر الدولار كان 6 جنيه و6 قروش. الدين الخارجي كان 43 مليار تقريبا، والدين المحلي كان 1.7 من 10 تريليون جنيه او 1.17 من 10 من 100 مليون جنيه. طيب واخد بالك الدنيا بتعمل ايه. من 13 ل 14 سعر الدولار كان 7 جنيه و8 قروش، الدين الداخلي 46 تقريبا، والدين الخارجي 1.8 من 10 تريليون جنيه. طيب 2014 او 13 اخرها جه السيسي، اللي حصل من 14 ل 15 سعر الدولار كان 7 جنيه 77 قرش، اجمالي الدين الخارجي كان حوالي 48.5 مليار، والداخلي بدا يبقى يتعدى ال 2 تريليون جنيه. اها الدنيا بدات تزيد. طب من 15 ل 16 سعر الجنيه كان عامل ايه؟ كان سعر الجنيه 8 جنيه و 82 قرش، الدين الخارجي بقى 53 مليار و 4 من 10 دولار، والدين الداخلي اصبح 2.5 تريليون جنيه. واضح ان بقت اسوأ. طيب من 2016 ل 17 اصبح الدولار ب 17 جنيه و 70 قرش، والدين الخارجي اصبح 79 مليار، والدين الداخلي 3 تريليون جنيه. هتقولي حضرتك ايه بقى؟ طيب ورينا بعد كده، ورينا السيسي عمل في البلد ايه. 2017 2018 سعر الجنيه 17، سعر الدولار 17 جنيه وحوالي 85 قرش، الدين الخارجي 92 مليار و64 من 100، والدين الداخلي اكتر من 3 تريليون وحوالي 3 تريليون و7 من 10. السنه نوصل مع بعض دلوقتي ل 2018 2019، الدولار دلوقتي بحوالي 16.5، الدين الخارجي اصبح 108 مليار دولار، والدين المحلي الدين المحلي الداخلي اكتر من 4 تريليون جنيه. طيب استنى الله يخليك، خلي لي ده، هات لي سنه 2010. بص يا سيدي معايا 2010 2011 الدولار ب 5 جنيه وحوالي 60 قرش، اجمالي الدين الخارجي 34 مليار، والداخلي حوالي تريليون. بعد اقل من 10 سنين وريني بقى ايه اللي حصل. هات لي بتاع السنه دي. الدولار بقى ب 16.5، من كام؟ من 5 جنيه و 60 قرش، والدين الخارجي بقى 108 مليار دولار من 34 مليار، والدين المحلي بقى 4 تريليون و108 من كام؟ من تريليون. فحضرتك بتكلمني ان في 10 سنين الدولار زاد اكتر من 3 اضعاف، والدين الداخلي من 34 ل 108 كمان 3 اضعاف وشويه، والدين الخارجي 34 عفوا يعني كله تقريبا 3 اضعاف. انت بقى بتكلمني عن اي انجاز؟ انا عايز اللي يكلمني يقول لي انجاز عشان اسكت، يقول لي الحقيقه علشان يعني خلاص بقى زي ما بيعملوا كده وياخدوا الفيديوهات يقول لك متصل يقصف جبهه مذيع. يا عم ادخل اقصف جبهتنا بالحقيقه، ادخل قول لنا الاسعار بقت بالتراب، ادخل هنا قول لي السيسي خلى الدولار ب 4 جنيه وانا هسكت واقول لكم السلام عليكم وامشي، اقول لكم انا اسف جدا. انما هو ماسك البلد والدولار ب 6 جنيه ونص، ولما وصل دلوقتي الدولار بقى 16 جنيه ونص جاي تقول لي ان ده انجاز؟ انت بتضحك على مين يا عم؟ انت بتحاول تعمل اسلوب الخداع في حتى في اداره الدوله، واسلوب الخداع اللي بتخدعوا بيه الناس بتعملوه في علوم كملين. احنا اسفين مش هنعرف نسكت، لان احنا عندنا حاجتنا جاهزه وفريق عمل مصحصح لحضراتكم وجايب ما بيخدعش الناس، بيقول الحقائق زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب بمناسبة ان هو بيقول ان هو في مصر وطبعا هو في مصر فيعرف اكتر مني، هو لسه معايا ابو محمد؟ طب كويس والله، ده نفس طويل. ابو محمد ايه رايك في اللي قلناه؟ تمام، اللي انت عملته اللي قلته ده كله حضرتك مين السبب فيه؟ مش 25 يناير؟ لا مش 25 اللي حصل لغايه 2013. لا 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 لا
والعربيات والمباني والسجون اللي اتفتحت يا ابو محمد بس والحاجات دي كلها بص مين اللي عملها؟ السيسي خد السيسي مسك البلد سنة كام؟ مين اللي كان يا عم اسمعني بس مين اللي كان بيمنع الدولارات كان بتيجي من بره مصر وكان بياخدها وكان بياخدها بسعر السوق السوداء مين اللي كان بيعمل كده؟ ده كلام فاضي ده كلام فاضي حسن مالك عندكم في السجن هتقولي حسن مالك انتوا قابضين عليه من خمس سنين ولا اربع سنين مش حسن يا ريس اللي مش قد الحمل ما يشيلوش اللي مش قد الحمل ما يشيلوش بص يا سيدي عبد الفتاح السيسي مسك البلد اسمع يا ريس بس انا مش بلاقي الصوت عبد الفتاح السيسي مسك البلد اسمع مني بس سنه 13 2013 السيسي مسك البلد والدولار ب 6 جنيه وحوالي 10 6 جنيه كان ب 7 جنيه و 8 جنيه لا يا عمي ده فين ده فين ده فين ده هات لنا في 2014 لوحدك يا عم الله يكرمك سنه 2014 كان ب 7 جنيه و 10 ساخ صحيح طبعا. اجمالي الدين الخارجي كان 46 مليار تمام الدين الداخلي كان مليار و8 تريليون و8 من عشرة تمام طيب الراجل مسك وقال لك الشعب المصري لما يجد من يحنوا عليه ومصر هتبقى ام الدنيا وابو الدنيا عمل لنا ايه ورينا يا سيدي عمل لنا ايه السيسي لا لا هات لي 19 هو انت سبت البلد في حاله 19 مين احنا يا عم انا مش تبع حد والله في العربيات انا مش تبع حد انا مش تبع حد انا بتكلم باسم الناس وريني دلوقتي الدولار ب 16 جنيه ونص غالي كام؟ كان بكام؟ 10 جنيه كان وصل ل 20 جنيه نزل ل 16 جنيه مين اللي وصله 20 جنيه انا؟ ماشي ما هو نزل الاقتصاد بدا ينزل اهو مين اللي وصله 20 جنيه؟ ايه علينا؟ مين اللي وصله 20 جنيه؟ هو انت هتسوق مصر في حالها طب يا عم بس سيبك من الكلام بتاع احمد موسى ده الدين الخارجي لا مش الكلام الدين الخارجي بقى اسمع بس الله يكرمك يا عم الحاج انتوا ما فيش حاجه يا عم الحاج سيبك من الاستثمارات المشروخه دي اللي احنا بنقوله صح عندك حاجه تانية تقول لنا بيها تعالى انما اللي حرقوا وفتحوا السجون والهبل في الجبل واصل بص فكك من الكلام ده انت هنا مش داخل عند سوسن هتقول لها كلمتين هتخاف وترجع ويا مامي برافو عليك ونخاف يقول لك ده بنكوت يا عم انت عملت لي ايه الناس مش لاقيه تاكل يا عم الحاج يفتح مش عارف ايه افتح انت ان شاء الله تفتح راسك المهم الناس تلاقي تاكل في الاخر انما انت عمال تقول لي عاملين وعاملين والله العظيم الحياه احلى من عندكم يا ربنا يوفقك يا عم رب طيب وايمن نور اللي عمال يسال مش هنسمح بالاساءه لاي حد الراجل ده بيقول الكلام ده ليه؟ يقول لك الحياه احسن من عندكم ليه؟ ورونا بقى اعلام الاعلام بيقول له ايه بيخدعوا ايه؟ ازاي؟ وهو بيخش يقول لنا ايه؟ تمام؟ الاعلام بيهاجم تركيا لا هو بيتكلم باسم مين الاعلام اللي قال له تركيا وحشه مش لاقيه تاكل طيب تركيا دي من اقوى 20 اقتصاد في العالم وانا مش بقول ده بفخر ولا بقوله انه انا بقول لك الواقع تمام انت فين دلوقتي تعالى شوف انت اسلوب كلامك عن تركيا ازاي والاعلام بيتكلم ازاي والراجل ده يعني ضحيه مين عشان نعرف هو دخل ويقول لك احنا عايشين احسن من عندكم تعالى نشوف مع بعض اعلام السيسي هو بيهاجم تركيا بسبب اقتصادها تركيا النهاردة تتعرض وانا بقول لحضراتكم اللي بيحصل في تركيا الاقتصاد التركي في حالة الخطر ملاحظة الاولى انه مش مفاجأة انا مستغرب ان كل الناس يقولك ايه ده هم رفعوا مش مفاجأة يعني ارجوكوا بلاش حد يقولي انه تفاجئ احنا عارفين الخطة من سنين يعني من سنين انه كل سنه في شريحه مش رايح وان دي الشريحه الاخيره ده اللي راح مفيش حد في العالم دوله او غني او فقير بيفرح برفع الاسعار عشان بس ايه نحط دي على جنب يعني انا مش هكلمك باي طريقه عن مميزات ان الاسعار ارتفعت مفيش حد بيفرح حدش بينبسط يعني في كل الاحوال انا بقول للناس بالبلدي وبعيد الكلام تاني هل اقتصادنا بخير بقول احنا زي الفل اقتصادنا المصري قوي بلد شايفاكو واحد واحد وجايالكو لانه المبادرة سيد رئيس شخصيا حياة صعبة حياة صعبة مش لاقي انا عارف ان مش لاقي الناس مش لاقي ايوه يعني هي الناس مش لاقيه ولا انتوا عايشين كويسين احسن من تركيا ولا تركيا فعلا مش لاقيه تركيا اللي عماله احنا قلنا هنطلع قمر جديد طلعناه الحمد لله عملوا حاجه حلوه
الاتراك قال لك لا احنا هنطلع قمر بس بعد سنه. ليه؟ قال لك عشان احنا بنصنعه. يعني انت متخيل بيعملوا فرقات حامله طائرات في البحر، بتشيل طائرات، صناعتهم. انا عايز ابقى كده، انا عايز ابقى احسن من كده، انا عايز ابقى احسن من اي حد في الدنيا. مش يدخل واحد يقول لك احنا انتوا مش لاقيين تاكلوا. لا يا عم، ناس لاقيه تاكلوا، ناس زي الفل على فكره والله. ضياء بيحرض على المسلمين؟ الكلام ده بجد؟ الواقع بيقول اه، بيقول انه كان في ميونخ وحرض على المسلمين، حرض على المسلمين في المانيا، حرض على كل المسلمين بما فيهم مسلمين اوروبا. انا حتى في فيديو يا ريت الاعداد يحاول يشوفه لنا، امبارح في المنصوره او اول امبارح كان في مهرجان شغال، واذان الجامع، اذان تقريبا المغرب او العشاء شغال، والناس عماله تغني وتهيص وبتاع ومش في دماغها حتى احترام الفريضه. كان صلاه يعني الاذان والصلاه. طبعا هنحاول نشوف الفيديو، بس اللي معانا دلوقتي فيديو عبد الفتاح السيسي وهو بيحرض على المسلمين في ميونخ. تكلمت عن اهميه تصويب واصلاح الخطاب الديني، ويمكن كان ده اول مره يعني رئيس دولة مسلمة يتكلم بمنتهى الوضوح، لأن احنا تقديرنا لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة وسيعاني منه العالم. وتصوروا ان احنا قمنا في ببلدنا بشيء ضد إرادة المصريين، خرج 30 مليون مصري يرفضوا الحكم الديني المبني على التطرف والتشدد اللي هيؤدي الى حرب اهليه. وانا لما بلتقي مع الشركاء الاوروبيين او اي دوله ثانيه اقول لهم من فضلكم انتبهوا جيدا لما يعني يتم. خدوا بالكم المسلمين اللي عندكم، ده كلام السيسي الاوروبيين، حتى بيخدع الاوروبيين ويصور لهم ان الاسلام او المسلمين خداع خطر على الدول الاوروبيه. طيب محمود من مصر، استاذ محمود، الاعلام والاعلاميين والفنانين والمشايخ بيقولوا البلد كويسه والبلد زي الفل، بس الواقع بيقول ان البلد فيها مشكله، انت شايف ايه؟ شايف ان حضرتك ان في حاجات بتتعمل في البلد تمام وانت قاعد بره، انت مالكش دعوه بينا، انا مش مع السيسي بس ده رايي. لا 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 ما لا، ليا دعوه بمزاجك وغصب عنك، وعجبك عجبك مش عجبك، حط راسك مطرح ما تحط رجليك. ينفع نتكلم مع بعض كده؟ هو ليه كل واحد داخل علينا متخن صوته عامل لنا فيها الشهيد احمد فلوكس ومتخيل احنا مش هنرد؟ يا عم بلدي وهتكلم عنها، يا عم عظم ابويا اللي في تربتها ومستقبل ابني اللي جاي فيها غصب عنك وعن السيسي بتاعك. يا عم من حق احلم لبلدي انها تبقى احسن بلد في الدنيا، ومحدش يقدر يمنعني ومحدش يقول لي ما تتكلمش. انا بره وبدفع ضريبه اني بره، مش بره وانا مبسوط، بس احنا واقفين هنا عشان بلدنا وعشان شعبنا. انما كل واحد يعمل علينا عنتر وانتوا عايشين بره. يا عم هو انا مختار؟ هو انا حابب اعيش بره؟ مش باختياري يعني. اللي بيتكلم عندك يا بيتحبس يا بيتقتل. ما عنديش فرصه تانية غير ان انا احاول اصلح حال بلدي من بره، علشان كده انا موجود بره مش عشان حاجه تانية. لا حابب اكون بره ولا عندي فرصه اكون جوه واتكلم بحريه، وانا ما بعملش كده. في يا جماعه مالكم علينا؟ ما بالراحه شويه. انت متخلف ايه؟ متخيل ايه يعني؟ متخيل ان احنا هنا عشان ايه؟ عشان مين؟ احنا واقفين ده عشان ايه؟ والله يا عم ولا عشان اخوان ولا اخوات ولا عشان اي حد. والله العظيم الوقفه دي علشان البلد وعشان اهلها. عشان الناس اللي بتتصل بينا وتعيط دي ومش لاقيه تاكل. عشان بلدنا ترجع بلد محترمه مره ثانيه. عشان نرفع راسنا مرة تانية وسط العالم ونقول مصريين، علشان محدش يعايرك ولا حد يبصلك بصة يهينك بيها. اذا انت ما عندكش كرامة يا عم انت حر، اقعد على جنب، في 105 مليون واحد تاني عندهم كرامة، احنا واقفين علشان خاطرهم. عجبك عجبك، مش عجبك ان شاء الله ما عجبك. ما تتخيلش ان انت هتخش تعمل علينا سبع رجالة في بعض واحنا يعني لساننا قصير ولا متكتفين. لا، هنرد عليك بما يليق ان يدخل بيوت الناس. طيب عايز اوريكم بس بعض النماذج للناس اللي بتنقط المصريين، الناس اللي بتطبل للسلطه فبتكره الناس وبتخدعهم باسم الدين. تعالى وريني خالد الجندي كده وهو بيقول لك جيشنا بيحمينا، وهو كمان بيشتم الاخوان، وبالمره هات لي بعديه امنا نصير. تعالوا نشوف ثلاث مواقف لشخصين وهم بيستغلوا الدين لخداع الناس.
مسألة مطلوب منك على بكل إنصاف وبكل صدق وبكل موضوعية إنك تقول لصاحبك دوت المحبط والمحبط ال 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 المروج المرجفين دول كل تقول له افتح التلفزيون لأي نشرة أخبار، افتح التلفاز لأي نشرة أخبار، شوف اللي بيحصل في الدول التانية إيه، شوف اللي بيحصل في الدول التانية إيه عشان تعرف قيمة النعمة اللي انت فيها. أظن ده احنا آن الأوان عشان كل واحد محبط حوالين منك اللي كانوا بيشككوا في مقدرات جيشنا ومقدرات شعبنا ومقدرات شرطتنا ومقدرات الجبهة الداخلية المتماسكة بتاعتنا، كل المطلوب منك بمنتهى الصراحة، لأن فعلا يعني آن الأوان إن الناس دي تخسأ وتسكت خالص. آن الأوان إن فعلا بعد ما ظهرت فضيحة إخوان النفاق اللي كانوا مهريننا وإحنا رايحين في ليلة سودة وإحنا حنضيع والبلد بتغرق والمعرفش إيه. ماذا يقول موسى بن ميمون؟ أن خروج المرأة اليهودية إلى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية. القبائل العربية والقبائل اليهودية قبل الإسلام كانوا متجاورين في الجزيرة العربية. جاء الإسلام ووجد النقاب، ماذا فعل؟ لم يفرضه ولم يرفضه. أنا بتكلم كأستاذ عقيدة مسؤول أمام الله وأمام علمي. لم يرفضه ولم يفرضه، ولم يفرضه. إنما فرض إيه؟ فرض البدائل. أول البدائل اللي بيحكم الناس بالخداع، لما الناس يبقى عندها وعي هتشيله وتشيل كل نظامه. خليكم متأكدين من كده، الخداع ما عادش بيدخل على المصريين، لا فنان ولا شيخ ولا قسيس ولا إعلامي ولا الكلام ده. الناس بقت أوعى. سلام.